طب احنا معانا مفاجأة بمناسبة لما جبت سيرة الجميل المحترم الخال الله يرحمه سامي العدل، معانا مداخلة تلفونية مع المنتج محمد العدل. انا لسه بقول لك ايه، مش بقول لك اصحاب الفضل، انا ما اعرفش انك هتكلميه او هتكلمنا. شفت بقى، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا استاذنا؟ ازي حضرتك يا ريس؟ وحشني ابني اللي ما بشبوش. انا يا دكتور انا تحت النظر، وحضرتك عارف ان انا تحت النظر، وانت عارف انت في قلبي منزلتك عامله ازاي. وحشني والله، وحشني جدا. ربنا يخليك يا دكتور محمد. مساء الخير عليكم. الاول مساء الخير عليكم. مساء الخير استاذ محمد. ايوه يا استاذه. يعني كنا بنتكلم من خلال بدايه الحلقه الاخيره صحاب الفضل على احمد السقا، فمن صحاب الفضل هو يعني ذكر حضرتك. دي حقيقه. صاحب الفضل على احمد السقا موهبته. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور. احمد السقا لو مش موهوب لا انا حاجه تعالوا، ولا محمد ياسين هيقول له تعالى اعمل مشهد، ولا اي حد. يبقى صاحب الموهبه الاساسيه، صاحب الفضل الاساسي هو موهبته واحترامه لنفسه واحترامه للناس اللي حواليه. الله يكرمك، بس ربنا جعل حضرتك سبب يا دكتور الواحد يقول الحقيقه برضه. ربنا يخليك. ما انا بقول لك يا ليها بعد كده ان انا اسعى ان انا اقول له والله يا احمد يعني باعتباري راجل عجوز عنه شويه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. او ما اقول له انا شايف، او نقعد انا مثلا والدكتور مدحت وجمال نقول والله انا شايف ان احمد ده ممكن يبقى نجم وهو لسه طيور كده، فنقوم نقول له ايه تعالى. بالمناسبه هو مثلا في الصعيد في الجامعه الامريكيه ما كانش دوره دور المصري. انا كنت بعمل دور طارق لطفي. لا بجد؟ وكان بيعمل دوري حد معين يعني، ومشي اون سبوت، ودكتور محمد اصر ان انا العب الدور. لكن انا جيت الحقيقة كنت شايف انه احمد محتاج المساحه دي، ومحتاج انه يبقى نظره منتج بقى بيفهم. نظره منتج بيفهم. لا ونظره مدحت، ونظره مدحت هو طبعا 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 منفع امستردام، فيفرش له ادريانو فرشه دخول ادريانو عشان تقول بعد ده احمد كده بقى بطل. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. وبالتالي بس ده اصلا ما بيجيش. بقول لك لو ان احمد لا يمتلك هذا ما لنا. صحيح، هي الموهبه فيه في الدنيا يقدر يعمل منه بطل. انت ممكن تعملي بطل بالمناسبه فيلم، بس يبقى فيلم ويقفل عليه وبعد كده يروح ويبقى اتفرج عليه في بيته. الاستمراريه. لكن عشان تقولي الراجل ده جاي وصاعد، تقومي تقولي ايه، احمد ممكن لو عمل الدور ده بعد كده يعمل الدور الفلاني بعد كده اديله بطوله. وده اللي حصل. عملنا ده، ثم عمل ادريانو، ثم عمل شورت وفانيلا وكاب، فحط اسمه جنب اسم الناس اللي بياخدوا بطولات وافلامهم تحقق ايرادات. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور. احنا مالناش فضل، احنا بالفضل لموهبته وربنا. ثم احنا دي بقى في الاخر سبب حدث. هو راجل مؤدب، وكان الله يرحمه عم صلاح ده ابونا كلنا. الله يخليك يا دكتور. يعني فعشان كده حبينا ان احمد يبقى جزء من الحكايه دي. واحمد بالمناسبه انا مسؤول عنه من قبل ما يبقى دي حقيقة. كده يعني دي حقيقة. من قبل ما يبقى فنان معروف. دي حقيقه يعني. دي حقيقه. ربنا يكرمك يا دكتور. لما راح يلعب في 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 فيلم مشهدين مع محمود عبد العزيز بالظبط. أيوة. هارمونيكا كان مع هارمونيكا اخراج الاستاذ فخر الدين نجيب. كان المشهد ده لو مش هتاخد فيه فلوس. دي حقيقة. دي حقيقة. دي حقيقة. دي حقيقة. طيب يبقى صاحب فضل لازم هو طبعًا. يعترف بده لانه هو صافي من جواه ومتصالح مع نفسه. ربنا يخليك ويخليه. الله يحفظك يا دكتور احمد. الله يخليك يا دكتور، ربنا يكرمك. يعني انا عايز اقول لك اشكركم على البرنامج ان انتم سمعتيني صوت احمد. انا سمعت صوته من زمان قوي. تحت النظر يا دكتور والله. تحت النظر يا دكتور. حضرتك ده واخداني، لكن ارجو انه يعني يبقى انتم سبب انه يرجع يكلمني تاني. تحت النظر يا دكتور. تحت النظر يا دكتور والله. ما اقدرش. انا في غيابك والله ربنا يعلم الواحد بيقول ايه. ايوه حضرتك شخص محترم ونورتنا، واحنا مبسوطين ان احنا كنا همزه وصل ما بينكم، دايما تكونوا على اتصال. شكرا يا دكتور. متشكر يا دكتور، متشكر لكلام حضرتك الجميل. ربنا يعزك يا دكتور. كتر الف خيرك. تحياتنا. كتر خيرك.